السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافيه ويجزيكم الخير. تحياتي لكم متابعي قناه سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب اينما كنتم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم يا شباب الجمعه 24/3 سنه 23 ثاني يوم برمضان، الصلاه والسلام على رسول الله. احنا الان بسوق الحلال في مدينه معرض مصلين شمال سوريا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. بدانا من عند سوق اللحم. لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب، متابعه حسابنا على التيك توك، اضغطونا على زر الاعجاب اذا عجبكم الفيديو، واعطونا رايكم بالتعليقات. الصلاه والسلام على رسول الله. السوق شباب يعني كويس، ان شاء الله كويس السوق، لكن الجو كانه الجو هادي، الناس صايمه. امبارح شفتوا صورنا سوق معرض مصريين، ما كان يعني سوق البقر ما كان متنشط زياده. ان شاء الله السوق خير يا شباب، ان شاء الله السوق خير، ان شاء الله في بيع وان شاء الله. اللهم صل على محمد. الآن نشوف التفاصيل ونشوف الشباب ونشوف الأسعار والدفع والشراء. اللهم صل على محمد. اليوم واقفين على الميزان، شوف أبو عمر ايش عنده. طلعت 59 65. اللهم صل على محمد. حي الله الشباب. 65 ليرة يا شباب، 65 ليرة، 59 كيلو. فطيمة فطيمة فطيمة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ما شاء الله تبارك الله. عم يوزنوا هنا الشباب دغالي 58 طلع 58. مش قد الكيلو هذا ابو عمر؟ ابو عمر مش قد الكيلو؟ الخروف 81. 81 هذا؟ اي طلع 58 كيلو؟ ما شاء الله تبارك الله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد. حبيبي يا أبو عمر، ب4 دولارات انباع. اللهم صل على محمد. كيفك حمود؟ حبيبي شلونك، شخبارك؟ شلون السوق؟ ان شاء الله كويس الحمد لله والله. الله يبعث الخير يا رب. كأنه يعني الناس شوي دايخة من الصيام يعني. لسه ما رودة جت الناس. لا والله الحمد لله عادي. ها؟ عادي يعني. بس الصيام على اللي بيدخلوا. ايه. انت تدخن ابو ابراهيم. ممتاز، انا وياك نتفق. والله انا زاد ما ادخن الحمد لله. اللهم صل على محمد. الله يرزق الجميع. هذا وردي. فطيمة ولا خروف؟ تعال تعال شوف. فطيمة وردية طلعت 28 كيلو. فطيمة وردية طلعت 28 كيلو، يمكن بس يستعبرون. هلا بالشباب، حياك الله يا اخوي. اللهم صل على محمد. ما شاء الله تبارك الله، يعني مثل ما انتم شايفين الشباب اليوم. اللهم صل على محمد، يعني مثل ما مبين عليكم الشباب السوق 4 دولار وانت نازل. اللهم صل على محمد. بضاعة كويسة يعني مو كثير. ايه حمود عرافي. الله يسعدك ابو ابراهيم. التشبش ايش قد قام ينباع اليوم؟ التشبش من 70 نعم. الفطيمه اذا كبش بدي هو عم ينباع يعني اغلى فوق ال 77 يصل. الصلاه والسلام على رسول الله. الفطيمه ايش قد اسعارها اليوم؟ نعم اللهم صل. اخذنا علي، اخذها علي تو قرقوره ولا ثنيه؟ اللي وزنها ثنيه ب 65. اللهم صل على محمد. طيب حيل طيب ما شاء الله. الله يسعدك يا حمود، الله يجزاك شكرا لك. تعال نشوف لكم يا شباب اسعار القرقوره السرحيه. الصلاه والسلام على رسول الله. بطايم سرحيه. الصلاه والسلام على رسول الله. ايش قد العدد ابو حميد هذنا؟ 20 وحده ما شاء الله. بهن نعجات؟ لا كلن قرقورات. هنا اللهم صل على محمد. يطلع الصلاة والسلام على رسول الله. ما شاء الله تبارك. ايش قد قام تطلب بهن؟ قرقورات 2200 وصار في 1900. وصلت 1900 يعني 100 دولار. يعني 100 دولار. اول اللهم صل وسلم على نبينا. تقريبا الشباب صارت 100 دولار. وهاي الخرفان السرحية يا شباب، الصلاة والسلام على رسول الله. خرفان سرحية. ايش قد صارت ابو الفوز؟ والله ما صارت. ايش قد طالبين بها؟ 33 وبزار. اللهم صل على محمد. اخشن منها انباعت ب 3000؟ 3600. ما صار لك بين دفع هذا لسه ما صار بين شيء. ما صار بين دفع. بعنا الاولاد عمو الشر ب 350. اللهم صل على محمد. ايش قد تعطينا اوزان ابو الفوز تقريبا؟ يعني هنا ما ينحسب، ما يتقدر الوزن. 33 كيلو. جيت تقول 34 يعني هيك 35 جنيه. كويسه كويسه هاي بالنسبه للخروف الخام.
وهاي غنم بلدية مطافي للشباب. الصلاة والسلام على رسول الله. نشوف أبو الفوز إيش قد طالب بيها. كويس ما شاء الله تبارك الله. أبو الفوز هاي إيش قد قامت تسومها؟ هاي غنم الرغث. رغث اللهم صل وسلم. إي نعم. تسومها 4200 وبازار. 4200 وبازار. ما صار لك فيها شيء ها؟ 4000 ما بعرف أعطيك فيها شيء يا خيار. لا 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 لا. كمان نص خراف نص بطان كم راس؟ فيها خرفان تركية كويسة والله. خرفانة خشنة ما شاء الله دهك هذا بقد أمه. اللهم صل الصلاة والسلام على رسول الله. وهاي إشكالة زاد خشنة يا شباب أخشن من اللي تو شفناه وخرفانة أخشن من اللي تو شفناه. 14 راس. اللهم صل وسلم. 14 راس. هاي الخراف. اللهم صل وسلم. كل الخراف شباب بديكم. مبينة ما ميم غبية حالها مبينة. الصلاة والسلام على رسول الله ده. خرفان طيبة ما شاء الله. خرفان بقد امهاتها ما شاء الله. اي والله. ايش قد ندفع لكم ما ندفع لكم بها شيء اليوم؟ والله واحد تو 45 4500 اي. ما شاء الله تبارك 4500 صارت اليوم ما شاء الله. الغنم خشنه. اللهم صل على ما شاء الله تبارك. غنم كويسه كويسه. ايش قد فاصلين يا ابو الفوز؟ انا طالبين من الله 7000 في البازار. الطلب 7000 تركي وبازار. يعني 350 دولار وبازار. اي نعم. عم يطلب طيبة يا طيارة طيبة. اي نعم. اللهم صل على محمد. أنا طيبة طيارة طيبة. إيه؟ نعم. أنا خشاني. ما شاء الله تبارك. غنم كويس يا شباب. الطلب يعني هذا الطلب الشباب في مراعاة وصلت 4500 ليرة تركي. اي نعم. الصلاة والسلام على رسول الله. زاد خرفانة ما شاء الله ذات الربط. خصم قبل عيد الضحية. خشانة وخطمتك كويسة كلها ما في غير فطين هاي من الفطام يعني هاي الفطين بدك عدلها خروف أكثر من الفطام يعني هاي يوم الفطيم علاه حقه 2000 ليرة. اي نعم. اللهم صل وسلم ما شاء الله. غنم خشنة يا شباب. غنم عالي وخشنة كليانة ما شاء الله كليانة خشنة طيب. والله خرفان هاي تخصم قبل عيد الضحية. صلى على النبي. اي والله الصلاة والسلام. ربعت فيها كليانة. اي والله. وهذا المعز يا شباب هذا سوق المعز. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم ما شاء الله بمعز بالسوق كثير خشانه وارتفاع. هاي لك ابو محمد. هاي لك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. انت وابن عمك واحد ما شاء الله تبارك الله. هاي عالية. اي نعم. 4 كيلوات حليب. شبعت فيها فوق 4. اي نعم. ما صار لك بيدفع اليوم؟ ما بعد فاطمة ان شاء الله. اللهم صل على محمد. ما اعطيك. اللهم صل على محمد. ايش قد طالبين بيها ليش؟ والله حطينا 6 ونص. 6500. ايوه. الصلاة والسلام على رسول الله. وراها شيء وراها جبنة. وراها توم. وراها توم ما شاء الله. اي والله الصلاة والسلام. هاي ما تشبع طعمها موز وحليب ما تشبع. بدها تظل يعني. شفت انت مرت لعندي انت؟ نعم. شو العلا؟ هاي عنزة كويسة يا شباب ارتفاع زين خشن انت زين هذا هاي وراها توم يعني؟ وراها جدي لحمر. اللهم صل على محمد ان شاء الله. مره طيب يا شباب. الصلاه والسلام على رسول الله. طلع على هالذره ما شاء الله. طبعا محينا تتبين ضرتها يا شباب يعني. اللهم صل على محمد. وهذا جدي. ايش قد طالبين بها ابو عمر؟ والله 100 دولار. ما صار لك بها شيء دفع؟ والله يعطونا 5000. وصلت 5000 قبل هاليوم ولا اليوم؟ امبارحه. الصلاة والسلام على رسول الله. مولود انسى هلا وصل. عالية خشان انت ممتازة والله. اللهم صل على محمد. ما عندي والله. هذا جدي هاي هي وجدي هي. السلام عليكم. الصلاة والسلام على إذا ما الله جبرها يعني. عليكم السلام و الله جبرها يعني. الصلاة والسلام. نازي يا حبيبي. اللهم صل على محمد ما شاء الله. ضاع زين. ضاع كويس والله. ضاع كويس وضاع خشنة ما شاء الله تبارك. شلونك يا عمي؟ وهيدي حليب بعد الظهر هي الساعة واحدة حليبة كويسة ما صار عندها لا بعد الساعة واحدة فصل وذهبون ولا دلالون. اي نعم. إذا كان بغير حليبها أنا مسؤول عن كلامي. هي السالفة يعني هسه صاحبها عم يطلب 400 دولار احنا نريد الدلال ايش قد يطلب؟ لازم الدلال شوي يتهاود يتهاود بس يصير بازار. هذا الساق هذا؟ نعم. لسه ما صار بازار. لسه ما صار بازار. نعم. صار بازار في كرامات. نعم. بس الشوابات كويس كويس. اللهم صل. حرف السيارات. نعم. اللهم صل. سهل غجا ما وين وصل. اللهم صل. والله بعد ما جيت من صار صبح بدينا اعمل وقت جيت المليون. ايوه. حياك الله عمي محمد. شوك عمي بعواد مو شايف انت شايفني. لا ما جاب 24
23 انت على كلامك انت اشتغلت معي 24 هم ال 2400 توقع قيمه اللحم معناته الآن قيمة لحم 2400 ليرة تركي 2300 عم يدفع 2300 ليرة تركي 24 ليرة تركي لا لا على الرسول والله ابو عواد حكى يا اخي عمي 24 لحم ولحم ابو عواد بس زينه صحتها كويسه كانه طيبه هاي فطايمه ورديه ندفع بينا اثنين 24 2400 بتجوز وهاي ندفع بيها لحالها 17 1700 ليره تركي اللهم صل وسلم فطايم وردية هاي 16 نعم هاي 16 مزايد 1650 هاي جوز 25 18 اي نعم فصل 25 اللهم صل على محمد هاي 17 وهاي 1650 ندفع بها اللهم صل على محمد هاي خرفان الوردية يا ابو محمود والله ما سامحت ايش قد قام تطلبون بها؟ انتم 27 2700 هاي 27 يعني ما راح تنباع تحت ال 2200 لا لا 25 هاي بعدها 23 محمد يصور اللهم صل 2300 2300 لحم هاي 17 اللهم قصاب لحم هاي رايحه هاي ميثاق هاي سيطرة كويسة اي نعم بس بيها لحم 45 دغلي هذا الدغلي 4500 4500 اللهم صل على محمد اليوم ابو محمود نورتنا بالاسعار قش ما خليت ولا شيء الله يجزاك الخير يا ابو محمود بتجوز 4400 ليره تركي شو عم يندفع به عم ينطق الدفايع ما انباع وهذا اخونا عماد واخونا عامر شلونك ابو حسين؟ شو اخبارك؟ شلون صحتك؟ الله يحفظك ديري بالك على حج بكران صديق الشعب ايوه 24 والله اللهم صل على محمد هاي الحمر عندكم ابو حسين اللهم صل على محمد ما شاء الله تبارك الله ضاع حلوه عماد وين اليوم صايمين ما بي لا سندويشات ولا شيء ما بي لا بالله ما عنده لا سندويشات مش قد صارت ابو خمسة وستين على الكيلو على الكيلو 65 حياك الله بجهة من هاي ما لها علاقة هاي ما لها علاقة باللياقة 65 ليرة ايش قد طلع عن تقريبا ابو 41 ونص يعني 41 42 اي كسر بين 41 و 42 اللهم صل على محمد ظهر طيب انجز طيب اللهم صل على محمد كويسات والله ابو حمزه هاي 37 65 هاي ب 65 الحال 37 كيلو 37 كيلو مقصوصه هاي 39 4000 4000 الا 150 4000 الى 150 5 الى 150 5 الى 150 5000 الى 150 مو صايم ما اليوم ايه هلا يلا نعم اللهم صل على محمد 5000 الى 150 ليره شلون السوق ابو جهاد اليوم؟ حركه لحم بس على حركه اللحم اذن توم وراهن عجل يا شباب اللهم صل وسلم على محمد مش قد صارت ابو جهاد؟ 47 عم يطلب 4700 بي ما صار ما صار 41 42 41 اي نعم معروفه فطيمه العجة معروفه عبسه يا شباب كان نظرتها كويسه مو مره طيبه كان نظرتها زينه ما شاء الله اي والله نظرتها زينه ما شاء الله اي والله نظرتها طيبه يا ابو والله كويسه يعني 42 ترى شباب يا بلاش وراها توم خروف فطيمه خروف فطيمه وراها اي يعني اليوم خروف وفطيمه ايش قد حقن لحالهم؟ يبينا نص حق العجب نص حق العجب اصلا ظل العجب ظلت تجيبها ب 2000 ايوه ما مو غالي 4200 يعني سعر منطقي هاي خرفان ورديه يا شباب خرفان ما شاء الله تبارك الله شوف طرفه ما شاء الله تبارك شوف طرف الخروف الصلاه والسلام على رسول الله ايش قد قام يصير نعميه؟ ايش قد طالبين بين يعني؟ 3500 عم تطلب بين ايه انت مشترين ب 3200 اللهم صل على محمد رباطه تجاره ايوه رباطه اللهم صل على محمد خلفان طيبات كويسات بضاعه نظيفه ما شاء الله تبارك خشانه ونظافه 3200 ليره تركي يا شباب
ريست الخرفان شجهن طويل ما شاء الله. ايه خشانتين زين الصلاة والسلام على رسول الله. طبعا بين مو كلهم قد بعض الصلاة والسلام على رسول الله. 3200 هذا الخروف اللي يعبي لحم مزبوط. ايه عالي شوي كم واحد صغار من الجبار قال بعض اسعد يريد ينقين الحال ان الكبار بدك تقول ب 4000 يصير حقين. اي نعم اذا يريد ينقيهن الحال يعني كم واحد كبار منه. عرفت شلون؟ والله خرفان صراحه كويس. ايه الرباطه ما يعذبن خالص اربطه مباشره. هذا اربطه والله يا عمي ما في عذاب خالص ان شاء الله. ايه سمعتك على التيك توك عم تقول انه يشتري الواحد مشروع. نعم الخروف الوردي ممتاز والله. احنا ان شاء الله ما اسمع الله يكرمك الله الله يرزقك ان شاء الله. وعرفان تشتري والله يعني واقع عليها نوقع. الصلاة والسلام على رسول الله يرزقكم الشباب ما شاء الله تبارك. هاي خرفان عليها بازار عند اخونا ابو احمد عجبها الناصيح. يا اخوي بدي ابيع ب 4000 بدي ابيع ب 40 والله اللي اشترى ابن عمي والله. معلش 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 ما بدور ونازل عش السوق على دعت الشمس تخان والله تخان. يا خيو هاي لا بالصوره لا بصدام. اللهم صل على محمد. منو بصدام؟ الحجي طلع طلع بالزاوية 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 90 طلع. اللهم صل على محمد. ايش قد قام ايش قد قام يطلب بهن ابو لك والله العظيم ارد لك حقا احنا ما بدنا نهزيم يا حجي عم بلاد عارفي فاربع البات ما رزت منها ولا واحد الساعة. شوف 27 ايوه احمد 13 عيني بعناها باربعة آلاف خير الكلام ما قل ودل بعناها باربعة آلاف عم يقول له 4000 الدلال عم يقول 4000 ليرة تركي للرأس الواحد زيف يا شباب 4000 ليرة تركي للرأس الواحد وما عم يرضى يبيع عم يقول قاعد بسد يقول لي ما بيع من 4000 ما بعنا نقدر حتى رحيم يقرب عليك هذا كويسة والله خرفان زين يا شباب. يا شيخي بعناها ب 4000 بدي ابيعها ب 40 ابو صدام ما بعرف ابيعها ب 40 يا ابو صدام تسحب 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 ابيعها ب 40 ب 40 ونص تسحب ما لها 30 ونص كيف ما مشي الحال. هاي خرفان يا شباب اخف من اللي تو شفناه اقل شوي. اللهم صل على محمد. للحليبي انا للحليبي ها ايه الله والسلام الصلاة والسلام على رسول الله. كويسات والله خرفان زين يا شباب. هذا اقل من اللي تو صورنا اخف من اللي تو صورنا شوي. هنا ايش قد قام يندفع لك بهنا ابو جاسم؟ والله 25 ونص. اللهم صل على محمد. الى ال 25 ونص 27 2500. اللهم صل على محمد ما شاء الله تبارك الله. فصل 27 فصل خلفنا كويس. وطرقه وحده حي الله حي الله اخوي خروف واحد طرقه وحده والله ما شبس واحد من عجل وحده. اللهم صل على محمد. كويسات والله خليها تنفرد خليها دشرها كويس الله كويس الله كويس. هاي موجودات عند جاري يا شباب اخونا جمعه جاري يعني ابو جاسم اللي له به المصلحه يتواصل معي نمون عليه شوي. هاي فطايم وردية يا شباب كويسة ما شاء الله تبارك الله. الصلاة والسلام على رسول الله عند عمنا الدلالة أبو الخير. الصلاة والسلام على رسول الله. أبو الخير هاي الفطايم عندك؟ أهلاً أبو الخير. هذن خرفان وهذن فطايم مو؟ الله يا معلم هاي الخراف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله عمي أبو الخير. هلا الله يسلمك عمرك. الله يبارك. هاي ذمة فطايم الخراف لحاجة. إي نعم. واحد لمح لي يعني ما تبيع ب 20 قلت له ما نبيع بس ما سدد. نعم. الفطام وصلت هاي 16 خالصة 1600 خالصة ايه اختلفنا وما بعت اختلفنا على المصاري قام هالحج عم يدفع ب 15 وما عم نبيع 15 وما عم تبيع ايه بدي ابيع الاولى اختلفنا على المصاري. هذن الخرفان هذن عمي ابو هاي والله لسه ما نسامح. ايش قد طالبين بها؟ والله يا عم يعني لسه ما طلبنا بس طلبها 23 يعني 3 يعني على 2000 تبيع؟ لا ما تبيع ب 2000 هذيك مثل خرفاننا يا شباب مثل خرفاننا اللي عرضناه امبارح على التيك توك بالضبط يعني شايف؟ اللهم صل على محمد. ليف وكاسر. احنا طلب ما شاء ما نعذب يعني ما بيبيع. نعم. ولا بواحد. 20 ما والله. ولا بواحد. ولا بواحد وعشرين. ابدا. خرفان كويسات والله. مدينة الغنم 30 31 ما سبق. ايش قد صارت عمي ابو الخير؟ يعني 30 31. اي نعم. اللهم صل على محمد. واحنا بدنا اكثر شوي. وصلت 3000 ليرة تركي يا شباب الراس ما عطلي. اللهم صل على محمد. وما باع ابو الخير. وراها 10 فطام وثلاث خراب. اللهم صل على محمد. شلون السوق عمي بالخير؟ والله ان شاء الله منيح كويس اللحم شغال وامور كويسه.
اي نعم. في طلب عن الدوله. الخروف الوردي شنو وضعه اليوم؟ يعني تقبل ب 83. الخروف الوردي. اللهم صل على النبي. كويس مناخ. اي بالضبط. اللهم صل. طيب صغير يعني بيعطونا 10 ونص وبدنا 11 وصلناهم من الاخر 11000 الوحده 1100 1100 ليره يعني بيعطونا 1050 اللهم صل على محمد ما بعت هذا السعر اليوم هلا في والله 1050 بدي 11 والله محلوله البدو الله محيي حي الله الشباب حياكم الله شلون شفت السوق اليوم والله الحمد لله رفع شو اكثر شيء قام ينباع وينشرى الخروف الوردي السرحي اي نعم انا لاحظت عليه طلب اكثر شيء اللهم صل الله يبعث الخير على راس الشباب والله يا حي الله الشباب والله.